أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم بحلقة جديدة. طبعاً كما عودناكم بكل أسبوع بنختار لكم الأفضل والمميز، وضيف حلقتي لهذا اليوم المهندس عزمي شواق. في بداية يسعد مساكم، نورنا. مسيكم بأنوار النبي، حياكم الله. مهندس عزمي، لو بنأخذ نبذة بسيطة على بداياتك، على المكتب اللي نحن متواجدين فيه الآن، تفضل. مكتب هندسي في مدينة المفرق، مكتب استشاري مؤتلف مع مكتب آخر في العاصمة عمان، وأنا أمارس العمل الهندسي من خلال مكتبي منذ عام 1991 وحتى تاريخه، في مجال إعداد المخططات الهندسية، يعني التصميم لمختلف المشاريع الأهلية والحكومية والشبه الرسمية كالبلديات، وأيضا أعمال الإشراف على هذه المشاريع، كما أنني أعمل يعني محاضر غير متفرغ في جامعة آل البيت في كلية الهندسة قسم العمارة منذ 14 عاما. نعم، كل التوفيق لحضرتك. الآن لو بنفوت أكثر بالتفاصيل، عرف السادة المشاهدين على الخدمات وآلية العمل عندك داخل المكتب، تفضل. مثلا المرحلة الرئيسية هي مرحلة تصميم المشاريع الهندسية والأعمال الهندسية. على سبيل المثال المواطن العادي زبون، والحمد لله يعني نشهد نهضة في هذا المجال وزيادة في الوعي، بحيث لم يعد المواطن مجبرا على أن يذهب لمكتب هندسي، ولكن لما يكون عنده عمل مميز كفيلا أو مشروع متعدد الاستخدامات أو مجمع تجاري أو إلى آخره، الخطوة الأولى يتجه إلى مكتب هندسي. المكتب الهندسي على سبيل المثال مكتبنا الحمد لله يعني لدينا كادر مؤلف من 8 مهندسين ومهندسات، حسب يعني الاهتمام كل زبون بنحوله على أحد المهندسين يتلقى التعليمات الأولية منه، ما هي الخدمة التي يرغب فيها، ثم نطلب منه الأوراق الرسمية، وإذا في إجراءات معينة مثل فحص تربة أو تعيين مهندس مقيم أو إلى آخره، بيجهز أموره خلال فترة إعدادنا للمخططات، ونقوم بالتعديلات بناء على طلب زبون، يعني نقدم له سكتشات أولية ثم يدرس هذه المخططات الأولية ويطلب أي تعديلات عليها، فنحن نقوم بإعداد التعديلات المطلوبة حتى يستقر الأمر بيننا وبين الزبون، ثم نستكمل المخططات التفصيلية ونقوم بتصديقها من نقابة المهندسين، ثم يتولى المالك متابعة الجهات الرسمية واختيار المقاول لتنفيذ هذا العمل الهندسي. تأتي المرحلة الثانية اللي هي أعمال الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع بعد أن يقوم المالك بانتداب أو صاحب العمل بانتداب مقاول وتكليفه في هذا العمل، غالبا ما يأتي إلى مكتبنا لصياغة الاتفاقية فيما بينهم، ثم تكون هناك اتفاقية إشراف بيننا وبينهم حتى يكتمل المشروع، غالبا ما يكون لمرحلة العظم، ولكن بعضهم يستمر حتى مرحلة التشطيبات. نعم، لو بدنا نتحدث عن تطور هذا القطاع عندنا بالأردن، كيف عم بتشوفه؟ الصحيح يعني خلال الفترة الماضية شهد التطور ملموس ومتصاعد، ولم يتوقف العمل الهندسي على الأقل في المحافظة اللي يعني أنا أشتغل فيها لمحافظة المفرق إلا منذ بداية هذا العام، منذ بداية 2018 والعمل بتراجع بصورة كبيرة جدا، يعني لدرجة أنه إحنا على أين بشهر 11 على وشك ينتهي العام لم نعمل هذا العام أكثر من 30% مما عملناه العام الماضي. نعم. فالتراجع مش بصورة بعمل الدروب، يعني نكاد نقول شك في الموضوع، إلا أنه ما يهون علينا أنه التراجع عام، كل القطاعات تشكو من هذا التراجع الاقتصادي، وكثير من المصالح معروضة للبيع، إلا أنه هناك خصوصية لقطاع الإنشاءات اللي مكتبنا يعني انفولد فيه، ويعود هذا إلى حسب ما أعتقد إلى نظام الأبنية الجديد وقانون الأبنية الجديد والتعليمات الصادرة فيه التي ضاعفت بصورة مبالغ جدا فيها في الغرامات على الارتداد وتجاوز النسبة المئوية ورسوم المواقف في السيارات، وهذا انعكس حقيقة ليس فقط على القطاع الهندسي سواء المكاتب الهندسية أو المقاولين،
وإنما على نحو 100 مهنة. إذا تنشط القطاع الإنشائي بنشط معه 100 مهنة. نعم. من السائق القلاب إلى القصير إلى المقاول إلى بائع المواد البناء بائع الدهانات، المهن الأخرى كالألمنيوم النجارة إلى آخره. فإذا تحرك قطاع الإنشاءات حرك كل هذا هذه المجالات، وهذه بالتالي إذا أصحابها يتحرك الوضع الاقتصادي لهم بنعكس على حركة السوق. نعم. فحقيقة قطاع الإنشاءات أي خلل فيه وأي تعليمات غير مدروسة لها انعكاس سلبي على المواطنين وبالتالي على الوطن واقتصاده. نعم بالتأكيد. الآن نأخذ كلمة من حضرتك من خبراتك في قطاع الهندسة المعماري، نصائح الخريجين الجدد، شو بتحب تنصحها؟ وتفضل. المشكلة في الأعداد الخريجين أيضا تتزايد، ففي عرض متراجع على الحاجة للمهندسين، وفي الوقت الآخر يعني العرض في السوق من حيث أعداد المهندسين كبيرة جدا. بعضهم يتجه حقيقة إلى حلول ولو مرحلية وأعتقد أنها جيدة، كأن يثقف حاله بمزيد من الدورات التخصصية، يقبل بأي فرصة عمل ولا أنه يعني يقعد بلا عمل. كلمة أخيرة من حضرتك لجلالة الملك، تفضل. يعني صحيح البلاد بتمر بأزمات مختلفة، والله حافظ هذا البلد، ونسأل الله أن يتم علينا حفظه لهذا البلد. الأزمات حقيقة يجب أن يقوم فيها المسؤولين بحلها ومواجهتها، لكن بعضهم يختبي خلف عباءة الملك، والملك لديه مشاغله الكثيرة جدا، فلا يجوز أي قضية أن ينتظر المسؤول الوزير رئيس الوزراء إلى آخره حتى يتدخل الملك ليضع حل. المفروض الملك يضع ثقته في هؤلاء المسؤولين، وهم يجب أن يكونوا عونا له في مواجهة هذه الأزمات. وعلى أي حال من فضل الله تعالى إنه إحنا بألف خير ونعمة لما نقارن حالنا بغيرنا من الأوضاع المجاورة، ونسأل الله إنه يتمم علينا هذه النعمة علينا وعلى جيراننا. بالتأكيد. نعم بتشكرك مرة ثانية مهندس عزمي الشواكفي على اللقاء مع حضرتك.